وخلينا ايضا زي ما قلنا لحضراتكم نحن نتابع ايضا الاحزاب السياسيه وغرفه العمليات اللي بدات بالفعل ومتابعه سير العمليه الانتخابيه في المرحله الاولى. هروح دلوقتي الى حزب اراده جيل النائب تيسير مطر رئيس الحزب. مساء الخير سياده النائب. مساء الخير استاذ شفقي، ازي حضرتك؟ الحمد لله. انا عايزه اعرف من حضرتك يعني ما هي العمليات وكيف تستعدوا للمرحله الاولى من الانتخابات الرئاسيه؟ تفضل. اسمحي لي الاول ان انا اقول انا بهني الشعب المصري بالكامل بالتجربه الديمقراطيه المتميزه اللي احنا بنعيشها دلوقتي في الانتخابات الرئاسيه اللي هي اهم كرسي في العمل السياسي والتنفيذ. اللي احنا شفناه ديمقراطية اتخاذ القرار والرأي والحرية ومنافسة شريفة من زملاء لينا في الأحزاب على المقعد، قد نتفق على التجربة الديمقراطية ونختلف على أننا مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كتحالف الأحزاب المصرية، مش حزب إرادة جيل فقط، تحالف الأحزاب المصرية بضم 42 حزب بنتحرك أو اتحركنا في الفترة اللي فاتت من أجل التعامل مع الجمهور ومع المواطنين في العديد من المؤتمرات. والحقيقه انا عايز اقول لحضرتك ان احنا شفناه ان الناس طبيعي رايحه للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. طبعا ما احنا ما بناخدش مجهود في اننا نشرح ونقول ايه الموضوع ونزكي المرشح بتاعنا، لا، الناس طبيعي مقتنعه تماما بالسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ومتفهمه هذا الوضع تماما، وخاصه الامن القومي المصري واللي احنا بنشوفه حوالينا والرؤيه الرئيس في اتخاذ قرار بالنسبه للخطوط الحمراء اللي حطها للحفاظ على الامن القومي المصري طبعا. والحفاظ على حريه وسلامه المواطن المصري، لان عند لما بنيجي عند مصر كل المصريين بيصطفوا صف واحد فيما عدا القله القليله اللي حضرتك عارفاها واللي الناس كلها عارفاها، لكن احنا جميعا مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي صف واحد في كل ما يتخذه من قرارات من اجل الحفاظ على الامن القومي المصري وعلى المصريين وعلى سلامه المصريين. وان احنا بقى في الفتره اللي جايه بنشوف المرحله الثانيه بعد انتهاء عمليه المؤتمرات والدعايه، داخلين على غرف بقى العمليات الحقيقيه والحشد امام الصناديق الانتخابيه. اكيد. يعني كم تتوقع، هل تتوقع انه نسبه المشاركه هتكون كبيره باذن الله يعني هذه المره والانتخابات الرئاسيه، والناس يعني يمكن المصريين في الخارج الحقيقه شرفونا وكانت يعني وجودهم في الخارج امام صناديق الاقتراع والطوابير اللي كانت موجوده كان فيها شيء من البهجه كبير والسند اللي حاولوا رساله اللي حاولوا يرسلوها الى مصر، ماذا بقى تتوقع بالداخل؟ بكلام حضرتك الجميل ده احنا بنحيي المصريين في الخارج على الموقف اللي عملوه اللي يستحقوا شهاده تقدير على اهتمامهم وادلائهم بالاصوات بالطوابير زي ما حضرتك قلتي، وده بياكد على قناعتهم التامه وانتمائهم لمصر والمواطنه وان وطنهم الاساسي مصر ايا كان هم موجودين فيه. وده بيخلينا نوصل الى المصريين بقى بالداخل، المصريين بالداخل انا اتوقع نسبة مشاركة عالية نتيجة الوعي ونتيجة الإعلام المتميز ودور الإعلام في نشر الموضوعات بحيادية تامة بين المرشحين وبعضهم، كل واحد 100 دقيقة بالتساوي، ولكن الناس طبيعي بيبقى لها يعني اتجاه كده لقناعتهم وحبهم واحترامهم لمرشحهم الرئيس عبد الفتاح السيسي. حاجة تانية اسمحي لي أقولها، اتفضل. الرئيس الإنساني، الرئيس عبد الفتاح السيسي طبعا هو الرئيس الإنساني اللي بان قوي كمان في جزئية الدعاية لما قال اللي أنا مش عايز دعاية كتير واللي عايز يعمل دعاية وجه الفلوس دي إلى حياة كريمة أو إلى أهلنا في فلسطين. صحيح. ده بيدل على أنه رئيس الإنسان اللي الناس كلها بتحبه، لأن احنا كمصريين كمان بيبقى عندنا شيء من العاطفة والارتباط. الحاجة المهمة كمان اسمحي لي، معلش هاخد في الوقت كده ديها كمان، إن الطموح بيزيد مع الرئيس، يعني النهارده الإنسان دايماً بيبقى عنده طموحات للمستقبل، بيبقى ما عندوش سقف معين بيقف عنده، الناس عندها إحساس إن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو اللي بيحقق لها الطموحات بتاعتهم، وهم اللي بيوصلهم إلى النتائج اللي هم عايزينها، فسقف الطموح بيزيد معاه، فارتباط الناس معاه بقى ارتباط طبيعي، طبيعي مش محتاج حد يقول لهم على حاجة، وأتوقع إن في الصندوق هيقول
كلام كويس جدا أكيد. لصالح أنا هختم بجملتك الحلوة بأن الطموح بيزيد مع الرئيس السيسي، وأنا شايفة بتفق جدا مع هذه الكلمة. النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل.